في حقيقة الأمر لا تخلو الحياة من بعض المواقف اللي بتتطلب إن الإنسان فيها لا يكون خجول، علشان لو كان خجول هو هيضر نفسه قبل ما يضر غيره. علشان كده بنسأل حضراتكم سؤال، بنقول إزاي بتتغلب على التردد أو الخجل في رفض طلبات الآخرين؟ لأن أنا بس هنت بشوف لو تقدمت لي خدمة سيئة لازم إن أنا أقول لأ، والله لازم ان انا ارفض ان انا اخد الخدمه دي طالما هي خدمه سيئه. موجود بقى في مطعم بيتقدم لي سيرفيس، بنرفض. يعني انا اتربيت في بيت اللي هو لا، انا في حاجه دافع مقابل ليها يبقى ارفض دي وما اخجلش. ويمكن الدراسات كمان احيانا بتقول ان اسباب الخجل فكره البيئه المحيطه اللي انت موجوده فيها. انت موجوده في بيئه او مكان هو بيرفض الاسلوب ده او بيرفض القمع، واللي أنا بأملي عليك حاجات معينة أو اللي أنا بستغلك، ولا بتعرفي اللي أنت تتعاملي معها. التربية بيبقى ليها عامل مهم جدا، لأن في 30% بيكون كمان ليه علاقة بالوراثة. لو أنت والدك ووالدتك هم خجولين بطبعهم، فطبيعة الحال أنت هتطلعي خجولة. أحيانا الناس بتستغل فكرة اللي أنت بترفضي تقولي لأ علشان خاطر يستغلوكي، ويعني زي ما بنقول كده بالبلدي ياخدوا منك اكبر كم يستنفذوا. بالظبط، يستنفذوكي. فدي برضو مشكله من مشاكل الخجل. لو انت ما قلتيش لا هتلاقي نفسك انت بتستنفذي في امر ما وبتضري وقتك. فلو لقيتي الخدمه او الحاجه اللي انت بتعمليها هي اثرت عليكي بشكل مباشر، لا انا هبقى هنا ستوب، انا كده بضر نفسي، فانا لا والله مش هقدر. لان لازم يكون كلنا عندنا اعتقد وقت لنفسنا. وطالما انا قررت ان ده وقت نفسي، ده وقت الشغل، يبقى لازم افصل ما بين وقت الشغل ووقت تلبيه مصالح او طلبات الاخرين تحديدا. يعني بتتعامل ازاي بقى مع الموقفين دول يا بسط؟ بص هقول لك على حاجه. انا مثلا في العيد يعني كانت السيرفيس اللي بتتقدم او الخدمه اللي بتتقدم في بعض المطاعم مش احسن حاجه، حتى على فكره بعد العيد. يعني انت لو كنت طلبت اي دليفري كده بالليل او اي حاجه، يا هيجي لك بارد يا يعني مش حلو يا متاخر. رعيت شوية فكرة انه ضغط، ورعيت شوية انه ده مش العادي، لكن كنت طبعا بتضايق جدا. يعني دي حاجة انا على فكرة بقى من الشخصية المترددة، يعني الشخصية اللي انتوا بتتكلموا عليها النهاردة في الحلقة. اقول لهم لا ولا اقول لهم اه؟ انا ما بحبش ازعل حد مني ابدا ايا كان مين، وما بحبش حد يبقى متضايق مني، مع ان انا ليا النقيض تماما ان انا ممكن اتعصب. يعني لو الموضوع وصل بقى بيسموها ايه يعني عجرفه من اللي قدامي او طريقه مش احسن حاجه، لا بقلب بقى الناحيه الثانيه خالص، ببقى حد تاني خالص. لكن انا ببقى دايما مش عايزه اضايق اللي قدامي مني لو طلب مني طلب. طبعا انا بتكلم هنا كمان على بالذات الصحاب، لو حد كلمني قال لي على خروجه وانا تعبانه جدا وعندي شغل ومش قادره ان انا اعمل ده وعندي كوميتمنتس ثانيه او ارتباطات ثانيه في خلال يومي، ببقى شويه مش عايزه اضايق اللي قدامي، بالذات لو انا عارفه ان اللي قدامي ده بيمر بظرف معين وعايز ان هو ينزل او في حاجه معينه مثلا مضايقه صاحبتي دي، فبنزل معاها عشان اواسيها. فدايما ببقى عندي خجل ان انا ارفض طلب اللي قدامي. احيان كتيره قوي مثلا في الشغل بنبقى عندنا، وما بتكلمش على نفسي لكن ناس كتيره قوي بيبقى عندنا حاجه في الشغل او عندنا الزميل اللي هو دايما بيرمي عليك شويه لو انت من الشخصيه دي وهكذا. يعني الشخصيه المتردده او اللي بتخجل ان هي ترفض طلبات الاخرين ما بتقفش عند حته معينه، ما بتقفش عند خروجه، ما بتقفش عند طلب. الموضوع دايما بيبقى ايه زي ما كان عبد الصمد بيقول، بيستنفذ منك طاقتك ويفضل قدامك يطلب منك يطلب منك. في كتاب اتعمل عن الموضوع ده اسمه How to Say No، كيفية الرفض، ازاي تقول لا، بالذات لو انت شخص مؤدب، انت مش حابب ان انت تحرج اللي قدامك او تكسف اللي قدامك. ومش لازم ان احنا نبقى دايما عندنا، انت قلتي حاجه مهمه قوي، انا اسف على قطعك، بس فكره مش لازم تكسف اللي قدامك. في بعض الناس بيشوف ان الخجل خلاص هيخليني ان انا ما ينفعش اقول لا، اصل لو انا قلت لا هبقى انا مش مثالي بالشكل الكافي، فبالتالي لا هقول اه وخلاص وهاجي على نفسي، مع ان انا من جوايا انا بضر نفسي جدا. ويمكن اكون عندي ارتباطات اجتماعيه وارتباطات اسريه، بس انا هقول لا، هقول اه علشان خاطر ما ينفعش، ما اصل الناس شايفه ان احمد ده الجميل اللي دايما حبيب الكل. لا انا لازم في وقت من الاوقات اقول لا. وفي مرحله الجامعه كمان والمدرسه ساعات احنا بنفتكر انه لو انا رفضت الخروجه دي وخروجه ورا الثانيه ورا الثالثه هيبطلوا يكلموني، هيبطلوا يقولوا لي اجي معاهم. لكن في الحقيقه انت لازم تحط لنفسك
البرايورتيز او الاولويات بتاعتك. انت لو بطلت هتريحني برضو. ايه؟ انت لو بطلت اللي انت تكلمني وتقول لي يلا هتريحني برضو يعني، لو هي برضو الخروجات كلها نوع من انواع الاستنفاذ يعني، الاستنفاذ الطاقه يعني. ايوه لا بس هو في برضو ناس بتبقى عايزه اللي هو لا انا عايزه الناس حواليا، عايزه الصحاب، لكن انت لازم تحط برايورتيز عندك او اولوياتك في يومك عامله ازاي. هل انا النهارده محتاج مثلا اخلص حاجه معينه في الشغل، فلو جاز ميلي طلب مني ان انا اعمل له حاجه معينه او صحيح. ابعت له الايميل ده او الريكوست ده ايا كان الطلب ايه، ابتدي اقول له يعني من بقى كان الكتاب بيقول اسباب او ازاي ان انا ارد بطريقه مؤدبه اللي هو ايه، طيب انا يعني هحاول اساعدك لكن انا مش بوعدك عشان انا عندي اولويات تانية او ارتباطات تانية محتاج ان انا اسلمها النهارده. فدي كانت اولويه في الشغل. لو حد كلمك قال لك يلا ننزل نخرج، وده طبعا طلب كل يوم وانت مستنفذ ماديا ونفسيا، مش قادر، ان جسمك تعبان ومش كل يوم هنقدر نصرف فلوس معينه في الخروجات دي، طيب لا انا معلش النهارده عندي حاجه مع اهلي محتاج ان انا اخلصها، بعد كده ممكن نشوف في الويكند مثلا او صحيح. في اخر الاسبوع هنعمل ايه، وهكذا بقى الليست كده بتكمل انك ازاي تقول لا من غير ما تحرج اللي قدامك، لكن انت محتاج تشوف قدامك اولوياتك انت بقى عامله ازاي. انت بتعمل ايه بقى يا عبد الصمد؟ يعني انت غير لو حد قدم لك خدمه مش عاجباك انت عارف ومتربي على ده انك ترفض حاجه مش عاجباك، لكن لو واحد صاحبك مثلا او حد زميلك في الشغل، بلاش الشغل بقى، بلاش موضوع الشغل اه، بس لو حد زميلك قبل كده زمان كان طلب منك حاجه يحمل عليك في حاجه، انا هختصر لك الكلام ده كله. انا احنا كانسان طبيعي جدا كل مرحله عمريه بتختلف. صح. انا في وقت من الاوقات كان والدي بينتقدني ان انت بتضر نفسك علشان خاطر تسعد اللي حواليك. كان حقيقي، كان ممكن حد يكلمني وانا قاعد لسه هبتدي مذاكره، حد من زمايلي وفتره الثانوي تحديدا بقول لك احنا عندنا مشكله كذا كذا، طب انا اللي بيضيعوا والله، طب انا جاي لكم. فكنت دايما مع صحابي ومكرس وقتي كله لزمايلي طب ضرك الموضوع ده؟ ضرني طبعا مش هكذب. ما هو دي بقى وقت من الاوقات انت لما بتقعدي ما بينك وبين نفسك، ايه ده انا لما بحتاج بسنت بتقولها لي بكل صراحه، طب معلش انا مش فاضيه دلوقتي، طب ممكن نأجل الموضوع ده لبكرة، بترفض بشكل مهذب، بشكل ما يضايقش برضو اللي قدامي ويخليه اللي هو ينفر مني. فبالتالي طب هي شافت مصلحتها، طب يبقى أنا إذن الشخص اللي وقع عليه الضرر، لأن أنا دلوقتي ده أصبح اللي هو بيستنفذ من وقتي من مجهودي، وبالتالي بيأثر على حاجة أنا المفروض اللي أنا كنت هعملها. كل فتره وكل مرحله بتبتدي انت تقيمي نفسك. وبالمناسبه انا بشوف ان من الانسان السوي تحديدا هو اللي بيقعد كل فتره مع نفسه ما بينه وما بين نفسه كده، ويبتدي يشوف هو ماشي في الطريق الصح، يغربل قراراته والناس ومش عيب خالص اللي انا اكون متعود اللي انا باخد نهج او مسار معين. فلا انا استوب بقى هنا، لا انا هقرر اللي انا هقول لا. احيانا بقول لا لبعض الاشخاص بشكل فيه قله ذوق، لان هو ما ينفعش معاهم غير برج الحمل. خلاص عشان ده برج الحمل، لا مش عشان برج الحمل عنده كده يعني، بس عارف هو، بس على فكره من الناس لا برج الحمل عارف هو قريبه ليا في البرنامج وعارفه طبيعه يعني شخصيتي وبتعامل مع الناس ازاي. انا احيانا بكون ذوق برج الحمل طيب قوي، بس هو دايما بس ما بيحبش اللي قدامي بيستعبطني. لا معلش انا اسف جدا، لا والله مش هعملها، شخصيه اخويا انا عارف. ما انا بقول لك لا والله انا مش هعملها، مش هعملها ليه هو كده خلاص بقى. ما انا اصل هقعد ابرر لك كمان يعني انت عاوز مني خدمه، والخدمه اللي انت عاوزها مني ما بتقدمليش زيها ابدا، وانت لو انا حطيتك في المكان ده مش هتعمل ابدا الموقف اللي انا بعمله. وفي النهايه انت متضايق مني، طب اتضايق يا سيدي مش مشكله. فعشان كده بقول لك لكل يعني موقف قرار. انا بشوف كل موقف وليه قرار، ولكل شخص طالب الموقف قرار مختلف. يعني لما انت تطلبي مني الحاجه غير لما نتكلم مثلا لميا زميلتنا اللي يعني عاوزين نصبح عليها برضو، غير لما لميا تطلب مني حاجه في النهايه بعزكم وليكم قدر كبير من المحبه عندي، لكن هي الحياه خد وهات. انت تعاملك معايا في المطلق عامل ازاي؟ ايه اللي بيميز البشر عن غيره؟ هو القدره على التواصل والتعبير عن النفس والذات. فانا بالنسبه لي موقف معين انا هتواصل معاكي فيه بشكل مباشر جدا، واقول لك لا يا فساد مش هقدر اعمله، والله انا اسف اصلا ورايا ارتباطات، لما ابقى افضى هبقى اعملها. اهم حاجه ان حضرتك بتقولي لا ازاي؟
انا بقول لا ازاي، انا بقول لا انه بقيت يعني بتعلم شويه، بحاول ان انا اللي هو ايه، طب بصي انا عندي حاجه للاسف مش عارفه اقول لا دايركت يعني ده، طب بصي انا عندي حاجه لو خلصت بدري هكلمك، طب بصي انا مش عارفه ايه. طبعا بترفضي بشكل شيك. اه في الشغل برضو بحاول على قد ما اقدر ان انا يبقى عندي يعني لو انا عارفه ان انا فاضيه لا هساعد هعمل، لو لا يبقى خلاص ما يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها هعمل ايه. ده كان كمان زمان لما كنت في بشتغل في شركه قبل كده وعندي تاسك بعملها في اليوم، كنت بكتب التاسك بتاعتي، عشان ده طبعا اي حد بيشتغل في اي مصلحه حكوميه او اي شركه، انت دلوقتي محتاج تكتب انا عندي ايه في يومي محتاجه اخلصه، محتاجه اسلم ايه النهارده، حتى لو انت بتعمل مشروع تخرج او في الجامعه في المدرسه محتاج الاساينمنت ده اعمله ازاي، الواجب ده اعمله ازاي اخلصه، وبعد كده اشوف لو انا عندي وقت كفايه في يومي مش هياثر على تمريني مش هياثر على نومي هساعد فيه صحابي، هخرج فيه مع صحابي، هعمل فيه الحاجات دي، لو لا يبقى لا، يبقى لا لنفسي، لو انا عرفت اقول لا لنفسي الاول هعرف اقول لا للقدامي بكل احترام بكل ادب. على كل حال دي كانت وصفتي انا الشخصيه، وصفه عبد الصمد الشخصيه، وكل واحد فينا كان ليه راي مختلف عن التاني، والرايين في الحقيقه بيحصلوا على ارض الواقع فعلا، لكن احنا مهتمين كمان نعرف راي حضراتكم، انتوا ازاي بتتغلبوا على التردد والخجل في رفض طلبات الاخرين؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين ان احنا نستعرض اجابات حضراتكم في خلال الحلقه النهارده وندردش مع بعض فيها ونشوف كده يعني افكار مختلفه في ازاي نقدر نقول لا، لكن بكل ذوق وبكل ادب وبكل احترام. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح لحضراتكم.